خلال استقباله وزير خارجية لاتفيا، الرئيس السيسي يعرب عن التطلع لتكثيف التعاون مع لاتفيا في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتعليم والسياحة. روسيا تعلن تدمير منظومة الدفاع الجوي الأمريكية التي تم تسليمها إلى أوكرانيا، والكريملين يقول إن عدة شركات غربية تعتزم العودة إلى السوق الروسية. استمرار أزمة التضخم العالمي وسعر الوقود الأمريكي يصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق. الثالثة في القاهرة، الواحدة بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي الحرص على تعزيز التعاون والعلاقات الثنائية مع لاتفيا واستمرار التنسيق بين البلدين فيما يخص الموضوعات السياسية ذات الاهتمام المشترك. وخلال استقباله وزير خارجية جمهورية لاتفيا إدغارس رينكيفيتش، طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي نقل تحياته إلى كل من رئيس جمهورية لاتفيا ورئيس الوزراء. كما أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن ترحيبه بنشاط عدد من الشركات اللاتفية في مصر والتطلع لتكثيف التعاون، خاصة في المجالات التي تمتلك فيها لاتفيا خبرات متميزة مثل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتعليم والسياحة. من جانبه، أكد وزير خارجية لاتفيا حرص بلاده على دفع أوجه التعاون المشترك مع مصر، خاصة في ظل دورها المحوري في منطقة الشرق الأوسط والمتوسط والقارة الأفريقية. وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد استعراض عدد من الملفات ذات الصلة بالتعاون الثنائي. كما تطرق اللقاء أيضا إلى عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والتحديات التي تواجه الدول الأفريقية والأوروبية، وفي مقدمتها الهجرة غير الشرعية والإرهاب. كما تم التباحث وتبادل الرؤى بشأن تطورات الأزمة الروسية والأوكرانية وتداعياتها السلبية على الاقتصاد العالمي. أكد وزير الخارجية سامح شكري أنه بحث مع وزير خارجية لاتفيا إدغارس رينكيفيتش تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات كافة ومن بينها التجارية والسياحية. وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع رينكيفيتش، أوضح شكري أن الشركات اللاتفية يمكنها الاستفادة من المزايا التي تتيحها مصر للمستثمرين. عقدنا مع معالي الوزير أيضا جولة مباحثات موسعة معمقة، ركزنا خلالها على أوجه العلاقات الثنائية. تم التوقيع على اتفاق لتعديل الاتفاق العلمي فيما بين البلدين، ونتطلع إلى الاستفادة مما حققته لاتفيا في مجالات التعليم والتعليم الفني ومجالات التكنولوجيا الاتصالات والرقمنة. هذا وقد أكد شكري أن المباحثات مع وزير خارجية لاتفيا قد تناولت مستجدات القضايا الإقليمية ومن بينها قضية سد النهضة والقضية الفلسطينية والتطورات في ليبيا. كما أشار شكري إلى تناول اللقاء بحث الأزمة الأوكرانية وتداعياتها، لافتا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تكثيفا للزيارة المتبادلة بين مسؤولي البلدين. تباحثنا أيضا فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام، في مقدمتها الحرب في أوكرانيا، ولكن أيضا الأوضاع في المنطقة، القضية الفلسطينية، الأوضاع في ليبيا، في منطقة القرن الأفريقي، موضوع سد النهضة، أيضا الأوضاع في سوريا والعمل على تحقيق الاستقرار والقضاء على الإرهاب. متطلع الاستمرار أيضا التفاهم المشترك فيما بيننا اتصالا بعلاقات مصر بالاتحاد الأوروبي، وتناولنا قضية حقوق الإنسان في حوار فيه كثير من التفاهم للأسلوب الأمثل لتناول هذه القضية وتحقيق الهدف المشترك في إطار تعزيز حقوق الإنسان والارتقاء بها في ضوء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
بدوره قال وزير خارجية لاتفيا إدغيرز رينكيفيتش إن اللقاء تطرق إلى بحث عدد من القضايا وعلى رأسها التحديات العالمية الراهنة، وأشار رينكيفيتش إلى ضرورة محاولة تجنب حدوث أزمة إنسانية وغذائية بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا. النقاشات التي خضناها لا سيما في ما يتعلق بالمناطق التي تتميز بها مصر، واسمح لي معاليكم أن أشكركم على كل هذه النقاشات المثمرة. هناك نقاط مهمة كذلك، ألا وهو المواضيع الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وهو كذلك تقييم ملفات الشرق الأوسط وتقييم أوجه التطور في الموقف في ليبيا وكذلك الموقف في سوريا وغير ذلك من الملفات الإقليمية، وتحقيق الفهم المشترك وكذلك تحقيق الفهم فيما يتعلق بالحرب الروسية الأوكرانية وفهم ما حدث منذ فبراير. وكذلك كنا ناقشنا بعض التحديات الراهنة والملحة، على سبيل المثال الأمن الغذائي وتصدير القمح والحبوب الأوكرانية إلى مصر. كان وزير الخارجية سامح شكري ووزير خارجية لاتفيا إدغيرز رينكيفيتش قد وقعا اتفاقا معدلا للتعاون في مجال التعليم والعلوم بين حكومتي البلدين. يهدف هذا الاتفاق إلى تعزيز التعاون في مجالات التعليم والبحث العلمي، كما يأتي أيضا على هامش مباحثات الوزيرين بمقر وزارة الخارجية لتناول سبل تطوير التعاون الثنائي خاصة في المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمار، وكذا القضايا الدولية والإقليمية محل الاهتمام المشترك. صدق الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المجندين مرحلة أكتوبر 2022، وسيتم استقبالهم اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 22 من يونيو الجاري، وذلك وفقا للشروط المحددة. نتابع في الاستعراض التالي أبرز شروط قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أكتوبر 2022. We'll be right back.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 3 مقاتلات أوكرانية من طراز سو-25 إحداها بمنطقة خاركاف، وتدمير 8 مسيرات واعتراض صاروخي توشكا، وتدمير مخازن ذخيرة. وأضافت الدفاع الروسية في بيانها اليومي أن القوات الروسية تدمرت بصواريخ كاليبر مستودعا كبيرا في منطقة ترومبول لأنظمة الصواريخ وانظمات الدفاع الجوي المحمولة التي تم تسليمها إلى أوكرانيا من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، إلى جانب تدمير 3 مواقع قيادة للجيش الأوكراني والقضاء على أكثر من 150 من القوات الأوكرانية. قال حاكم منطقة ترومبول الأوكرانية فلاديمير تراش إن هجوما صاروخيا على مدينة تشور كييف بغرب أوكرانيا أدى إلى تدمير جزئي بمنشأة عسكرية وإصابة 22 شخصا. أضاف أيضا أن 4 صواريخ قد انطلقت من البحر الأسود وسقطت على مدينة تشورت كييف، مشيرا إلى تضرر منشآت مدنية نتيجة لهذا الهجوم الصاروخي. أعلنت السلطات في دونسك أن القوات الأوكرانية قد أطلقت خلال الساعات الماضية نحو 200 قذيفة مدفعية وصاروخية على مدن وبلدات المدينة. وأضافت سلطات دونسك أن القوات الأوكرانية واصلت قصفها المكثف على المنشآت المدنية، وكانت المنطقة قد تعرضت في الأيام الأخيرة لقصف متكرر من قبل القوات الأوكرانية مستخدمة مدافع الهاوتزر التي قدمها الغرب. قال حاكم منطقة لوهانسك سيرجي غايدي إن أوكرانيا لا تزال تسيطر على مصنع أزوت للكيماويات في مدينة سفيرودونسك حيث يحتمي مئات المدنيين. أضاف غايدي في تصريحات بثها التلفزيون الأوكراني أن أزوت غير محاصر وأن القتال يدور في الشوارع المجاورة للمصنع، متوقعا أن تبذل القوات الروسية أقصى جهودها في محاولة للسيطرة على المدينة. أكد مكتب المدعي العام الأوكراني ارتفاع ضحايا الهجمات الروسية من الأطفال في أوكرانيا إلى 795 قتيلا ومصابا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في 24 من فبراير الماضي. ونقل بيان لمكتب المدعي العام أن هذه الأرقام ليست نهائية، موضحا أن أكبر عدد من الضحايا من الأطفال تم تسجيله في منطقة دونسك، كما أوضح البيان أنه نتيجة للقصف الروسي اليومي للأراضي الأوكرانية تضررت نحو 1970 مؤسسة تعليمية، منها 194 دمرت بالكامل. قالت هيئة أركان الجيش الأوكراني أن قوات بيلاروسيا تقوم حاليا بدعم مواقعها داخل نقاط التفتيش الحدودية، وتنشر أنظمة استطلاع إلكترونية إضافية داخل المناطق المتاخمة لأوكرانيا. في بيان لها أضافت هيئة أركان الجيش الأوكراني أن القوات الروسية تواصل هجماتها الجوية والبرية والبحرية على العديد من المناطق في أوكرانيا، بينما يحاول الجيش الأوكراني صد هذه الهجمات. ذكرت وكالة حرس الحدود البولندية أن البلاد قد استقبلت حتى الآن 4 ملايين لاجئ فروا من أوكرانيا، وذلك منذ بدء العملية العسكرية الروسية في 24 من فبراير الماضي. وأضافت الوكالة أن 24900 لاجئ من أوكرانيا دخلوا البلاد أمس السبت مقابل 24700 لاجئ في اليوم السابق. يذكر أن بولندا كانت قد مررت في شهر مارس الماضي مشروع قانون يقدم حزمة دعم واسعة النطاق للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، يتم بموجبه منحهم إقامة قانونية في بولندا ويكفل لهم حق الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية وخدمات اجتماعية.
أعلن الكرملين أن عدة شركات أوروبية وأمريكية تعتزم العودة إلى السوق الروسية في أقرب وقت. وأكد بيان للكرملين على احترام روسيا قرار الشركات الأجنبية بعدم مغادرة روسيا رغم الضغوط الخارجية. يذكر أن السلطات الروسية لمحت إلى إمكانية مصادرة أصول تعود لبعض الدول التي تعتبرها معادية لها في روسيا، ردا على اقتراح الإدارة الأمريكية تصفية الأصول المصادرة من الأثرياء الروس وتحويل العائدات إلى أوكرانيا. أعلنت شركة غاز بروم الروسية نقل 42 مليون متر مكعب من الغاز لمشترين أوروبيين اليوم. كان الكرملين الروسي قد استبعد أن تقطع غاز بروم إمدادات الغاز عن أي عملاء أوروبيين آخرين، مضيفا أن خطة جعل المشترين يدفعون ثمن الغاز بالروبل تعمل على نحو المنشود. ويذكر أن هذه الشركة شركة غاز بروم قد قطعت الإمدادات عن بعض الدول الأوروبية لرفضها سداد مدفوعات الغاز الروسي بالروبل في إطار مخطط جديد وضعه الكرملين ردا على العقوبات الغربية. قال نائب وزير الخارجية الأوكراني ديمترو سنيك إن بلاده قد فتحت مسارين عبر بولندا ورومانيا لتصدير الحبوب لتجنب أزمة غذاء عالمية، لكن الاختناقات أبطأت سلسلة الإمداد. وأضاف المسؤول الأوكراني أن الأمن الغذائي العالمي بات مهددا بسبب العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، مشيرا إلى أنها أوقفت صادرات كييف من الحبوب عبر البحر الأسود بما تسبب بنقص كبير وارتفاع في الأسعار. قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين إن رأي المفوضية تجاه منح أوكرانيا صفة مرشحة للانضمام للاتحاد الأوروبي سوف يعكس الكثير من التقدم الذي أحرزته كييف خلال العقد الماضي. أضافت فون دير لاين أنه ما زال هناك الكثير الذي يجب القيام به من قبل أوكرانيا، معربة عن أملها في أن يتخذ الاتحاد الأوروبي القرار الصحيح بالنسبة لأوكرانيا. هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مواطني بلاده بعيد يوم روسيا، مؤكدا ثقته في أن الوحدة والإخلاص للوطن الأم بمثابة قوة كبيرة قد تعززت عبر تاريخ روسيا. وأضاف بوتين في كلمة له أن روسيا اتحاد قوي وله دور في العالم، معربا عن فخره بالإنجازات والانتصارات العسكرية للأسلاف الذين دافعوا عن البلاد وأكدوا دور الاتحاد الروسي في العالم. هذا وتحتفل روسيا بعيدها الوطني الذي يوافق ذكرى إعلان سيادة روسيا الاتحادية في 12 من يونيو عام 1990. الشعور بالوطنية نشاركها، ونحن نقيم أبناء الوطن، وقبل كل شيء أولئك الذين استحقوا لقب بطل العمل الروسي. كلكم موحدون من حيث الحماس للوطن والوفاء للواجب المدني والوطني. ذكرت صحيفة ذهل الأمريكية أن الارتفاع الكبير في أسعار الوقود أصبح مشكلة كبيرة أمام البيت الأبيض دون وجود حل فوري وواضح. قالت الصحيفة إن الإدارة الأمريكية قد بدأت الشهر الجاري بالتركيز على رسالتها الاقتصادية. يقول مراقبون سياسيون إن المحاولة قد باءت بالفشل حتى الآن، خاصة أن المعدل الوطني لجالون البنزين قد وصل إلى مستوى قياسي بلغ 5 دولارات. ويمثل هذا الأمر إلى جانب التضخم تحديا سياسيا كبيرا لبايدن والديمقراطيين الذين يخوضون انتخابات التجديد النصفي نوفمبر المقبل. ويعتقد 85% من الناخبين أن التضخم مشكلة خطيرة للغاية وفقا لاستطلاع أجرته إيكونوميست، وذلك في وقت سابق من الشهر الجاري. تجاوز متوسط سعر جالون البنزين على مستوى الولايات المتحدة 5 دولارات للمرة الأولى على الإطلاق. وربطت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ارتفاع أسعار الوقود في الولايات المتحدة بروسيا وبالأحداث في أوكرانيا. المزيد في سياق التقرير التالي.
ارتفاع تاريخي تشهده أسعار البنزين في الولايات المتحدة الأمريكية، الأمر الذي جعل الأزمة الأوكرانية ونقص المعروض في الوقود يلدغان جيب المستهلك الأمريكي. هذا وسجل سعر جالون البنزين على مستوى الولايات المتحدة 5 دولارات، وذلك للمرة الأولى على الإطلاق. نادي السيارات الأمريكي قال إن سائقي السيارات في بعض أجزاء البلاد خاصة كاليفورنيا التي لديها أعلى متوسط سعر للجالون يدفعون ما يصل إلى 6.43 دولار، مما يدفعهم للتوقف أحياناً عن استخدام السيارات الخاصة. وهناك عدة أسباب لارتفاع أسعار البنزين، منها ارتفاع أسعار النفط العالمية، بالإضافة إلى العقوبات المفروضة على روسيا المنتج الرئيسي للنفط بسبب عمليتها العسكرية ضد أوكرانيا. وهناك أيضاً قيود على طاقة التكرير في الولايات المتحدة لأن بعض المصافي أغلقت أثناء الجائحة. هذه الأسعار الجنونية سجلت في ذروة موسم القيادة الذي بدأ رسمياً نهاية شهر مايو ويستمر حتى بداية سبتمبر، حيث ينطلق خلاله الأمريكيون في رحلات وحركة تنقلات كثيفة على الطرقات. وتأتي هذه القفزة في أسعار الوقود بعد أشهر من الاستقرار، مما يزيد من تردي القدرة الشرائية للأمريكيين الذين يواجهون أيضاً ارتفاعاً في أسعار المواد الغذائية والإيجارات، ونسبة تضخم هي الأعلى منذ 4 عقود. سجلت طروحات الأسهم في الأسواق الأوروبية أدنى مستوى لها، وذلك منذ عام 2003، في ظل التضخم المرتفع وأسعار الفائدة المتزايدة وأفاق النمو الاقتصادي القاتمة. جمعت الطروحات العامة الأولية والثانوية 30 مليار دولار العام الجاري، وهو أسوأ رقم منذ ما يقرب من عقدين وفق البيانات التي جمعتها بلومبرج. وهزت أسواق الأسهم سلسلة من عمليات البيع الحادة والارتفاعات الطفيفة العام الجاري، إذ تتطلع البنوك المركزية وبشكل متزايد إلى رفع أسعار الفائدة لكبح التضخم. قال وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر إن التضخم يشكل تهديدا حقيقيا للاقتصاد الألماني، مضيفا أن ارتفاع الدولار مقارنة باليورو يزيد التضخم أيضا. هذا وتعكس بيانات البنك المركزي الألماني أجواء التشاؤم والمخاوف التي تكتنف أداء الاقتصاد الألماني. للمزيد نتابع هذا التقرير. يواجه الاقتصاد الألماني موجة من الركود التضخمي، مما يشكل أسوأ أزمة لأكبر اقتصاد في أوروبا منذ 50 عاما. يأتي هذا بالتزامن مع رفع المركزي الأوروبي سعر الفائدة على اليورو لأول مرة منذ 10 سنوات. وتعكس بيانات البنك المركزي الألماني التي أعلنها أجواء التشاؤم والمخاوف التي تكتنف أداء الاقتصاد الألماني، فقد خفض البنك المركزي توقعاته لمعدل النمو للاقتصاد الألماني هذا العام إلى 1.9% بدلا من التوقعات السابقة وهي 4.2%، كما خفض أيضا توقعاته لمعدل النمو في عام 2023 إلى 2.4% بدلا من 3.2%. وقال وزير المالية الألماني إنه كان من المتوقع ارتفاع الأسعار خلال التعافي الاقتصادي من الجائحة، لكن العمليات الروسية ضد أوكرانيا أدت إلى زيادة التضخم بشكل كبير بسبب ارتفاع أسعار الطاقة. وقال أيضا إن التضخم يشكل تهديدا حقيقيا، مضيفا أن ارتفاع الدولار مقارنة باليورو يزيد التضخم أيضا. وطبقا لبيانات المركزي الألماني، فقد قفز معدل التضخم في شهر مايو الماضي إلى أعلى مستوى تشهده السوق الألمانية منذ 50 عاما، فقد بلغ 7.9% طبقا لأسعار المستهلكين، مع توقعات بأن يصل المعدل السنوي إلى 7.1% نهاية العام الحالي. هذا وتوقع محافظ المركزي الألماني تراجع معدل التضخم تدريجيا العام المقبل ليصل إلى 4.5%، ثم إلى 2.6% في عام 2024. وطبقا لضوابط المركزي الأوروبي، فالمفترض ألا يزيد معدل التضخم على 2%. وفي الأسواق الألمانية يستمر ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية لتلامس مستويات قياسية، فقد اقترب سعر لتر زيت الطعام من عباد الشمس من 4 يورو.
حذرت النقابات العمالية في بريطانيا من أن الزيادة القياسية في أسعار الوقود أصبحت ترهق ميزانية الموظفين الذين يعتمدون على سياراتهم. أوضحت صحيفة غارديان أن سعر لتر البنزين قد بلغ 182.31 بنسا، ما يعني أن تكلفة ملء سيارة عائلية متوسطة بلغت 100 جنيه استرليني لأول مرة، مشيرة إلى أن بعض المواطنين والموظفين الذين يحتاجون إلى القيادة من أجل وظائفهم قد ينفقون ما يصل إلى 350 جنيها استرليني في الأسبوع على الوقود. توقع الخبراء أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي، وحذروا من أن أي تردد قد يساعد في رفع سعر البنزين للسائقين البريطانيين الذين يتعرضون للضغط. هذا ومن المتوقع على نطاق واسع أن يقوم بنك إنجلترا بزيادة سعر الفائدة الأساسي من 1%، وهو أعلى معدل له منذ 13 عاما، إلى 1.25%. وستكون هذه هي المرة الأولى منذ يناير عام 2009 التي يزيد فيها المعدل عن 1%. أكد رئيس وزراء سريلانكا أن بلاده قد تضطر إلى شراء المزيد من النفط من روسيا للتعامل مع أزمة الوقود الحالية. قال رئيس الوزراء السريلانكي إنه سيبحث أولا عن مصادر أخرى، لكنه سيكون منفتحا على شراء المزيد من النفط الخام من موسكو، مؤكدا أن بلاده بحاجة ماسة إلى الوقود وتحاول حاليا الحصول على النفط والفحم من الموردين التقليديين للبلاد في الشرق الأوسط. أعلنت الصين التراجع عن قرار عودة الطلاب إلى المدارس اعتبارا من الأسبوع القادم. قرار جاء في أعقاب ارتفاعات جديدة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا، وبعد أيام من تخفيف بكين الكثير من قيود مكافحة الوباء. ارتفاع جديد في إصابات فيروس كورونا دفع السلطات الصينية إلى التراجع عن قرارها الخاص بعودة الطلاب إلى مدارسهم على مراحل اعتبارا من الأسبوع المقبل. القرار جاء بعد أيام من تخفيف سلطات بكين الكثير من القيود الصارمة لاحتواء انتشار الفيروس، لكن تسجيل عشرات الإصابات دفع المسؤولين إلى تشديد بعض القيود، منها الاستمرار في الدراسة عن بعد، وأيضا عدم السماح للمواطنين بالتنقل إلا للضرورة. وفي مدينة شنغهاي أطلقت حملة فحوص واسعة تستهدف أكثر من 20 مليون شخص بعد أقل من أسبوعين على نهاية الإغلاق العام الصارم الذي فرض على المدينة، بالتزامن مع إبقاء مجموعة من القيود وسط مخاوف محلية من تفشي الفيروس مجددا بعد السيطرة على أسوأ موجة وبائية في الصين منذ عامين. السلطات في شنغهاي أمرت بإجراء اختبار PCR لجميع المقيمين في 15 منطقة من أصل 16 منطقة، وتمنع 5 مناطق السكان من مغادرة منازلهم خلال فترة الاختبار، كما أنه يتعين على سكان شنغهاي إجراء اختبار واحد على الأقل أسبوعيا حتى 31 من يوليو المقبل. ورغم أن معدل الإصابة في الصين منخفض وفقا للمعايير العالمية، فقد كثف الرئيس الصيني شي جين بينغ الإجراءات ضمن استراتيجية صفر كورونا بهدف القضاء تماما على الفيروس وحماية النظام الصحي في البلاد، في حين تحاول دول أخرى التعايش مع الفيروس.
تحية لكم من جديد. التقى رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بالأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وذلك خلال زيارته إلى مصر. وألقى رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني بيانا أمام مجلس الجامعة بشأن تطورات الأوضاع في اليمن وجهود المجلس في بلورة سياسات جديدة لتحقيق أمال وتطلعات الشعب اليمني وإعادة بناء مؤسسات الدولة، مشيدا بجهود المنظمات الدولية والإقليمية وعلى رأسها الجامعة العربية في دعم اليمن والدفاع عن مصالح شعبه. أعلنت المملكة العربية السعودية تقديم مبلغ 10 ملايين دولار للإسهام في مواجهة التهديد القائم من ناقلة النفط صافر الراسية في ساحل البحر الأحمر شمال مدينة الحديدة اليمنية. وأوضحت المملكة أنها حذرت في أكثر من مناسبة من أنه في حال تسرب النفط من الناقلة صافر التي تحتوي على أكثر من مليون برميل ولم تتم صيانتها منذ عام 2015، سيشهد العالم أكبر كارثة بيئية تهدد الحياة تحت الماء والثروة السمكية والتنوع البيولوجي جراء التسرب النفطي. أكدت الآلية الثلاثية بشأن محادثات الأطراف والقوى السياسية السودانية تأجيل جلسة المباحثات بين القوى السياسية التي كانت مقررة اليوم. أفاد مسؤول بالآلية الثلاثية بتأجيل الجلسة مع عدم إلغاء الحوار أو تعليقه، مؤكدا أنه سيتم تحديد موعد جديد لاحقا. أكد الرئيس العراقي برهم صالح أن إنصاف ضحايا مجزرة سبايكر هو أقل واجب تجاههم، مشيرا إلى أهمية التضامن الوطني لترسيخ دولة حامية لمواطنيها. أضاف صالح في تغريدة له على تويتر أن مجزرة سبايكر تعد بمثابة إبادة جماعية ارتكبتها عصابات داعش الإرهابية عام 2014 بحق شباب العراق. يذكر أن مجزرة سبايكر راح ضحيتها أكثر من 1700 فرد من القوات العراقية على أيدي تنظيم داعش الإرهابية. ألقى الجيش الصومالي القبض على قيادي بارز في صفوف حركة الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة. أوضحت وكالة الأنباء الصومالية أن قوات الجيش الوطني قامت بعملية أمنية مخططة بمنطقة بالي في محافظة جبيل السفلى، مؤكدة أنه تم القبض على القيادي معلم يحيى الذي تم اعتقاله وهو المسؤول عن زرع الألغام الأرضية في المنطقة. اختتمت أعمال القافلة الطبية بالوحدة الصحية بالحمراوين التابعة لإدارة القصير الصحية بالبحر الأحمر ضمن مبادرة الرئاسة حياة كريمة. القافلة التي استمرت أعمالها على مدار يومين قامت بتوقيع الكشف وصرف العلاج لعدد 244 حالة بمختلف التخصصات الطبية، منها إجراء عدد 88 فحصا معمليا وإجراء 29 أشعة سونار، كما تم إجراء 51 حالة كشف مبكر على الأمراض المزمنة، وتم إجراء جميع الكشوفات والفحوصات وصرف العلاج بالمجان، وذلك لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالي قرى ومدن محافظة البحر الأحمر.
التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وزير الدفاع العراقي جمعة عناد سعدون والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام. تناول هذا اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء مجالات التعاون العسكري والنقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين. وأكد القائد العام للقوات المسلحة على اعتزاز مصر بعلاقاتها الراسخة مع العراق وحرص القيادة العامة للقوات المسلحة على زيادة أواصر التعاون والشراكة في مختلف المجالات العسكرية. من جانبه أشاد وزير الدفاع العراقي بدور مصر المؤثر والفاعل في محيطها الإقليمي والدولي وتحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط. أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه تم تصنيف مصر ضمن أفضل 10 وجهات سياحية في العالم لعام 2022 وفقا لCNN Travel، بينما حصلت على المركز الأول أفريقيا وال51 عالميا في مؤشر تنمية السياحة والسفر لعام 2021، إلى جانب فوزها بالمركز الثاني كأفضل وجهة للغوص في العالم عام 2021 وفقا لمجلة دايف البريطانية. وأكد إعلامي مجلس الوزراء أن تلك النجاحات تأتي للعام الثاني على التوالي بعد حصول 11 مطارا على شهادة الاعتماد الصحي للسفر الآمن خلال عام 2021. التقت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد ممثلي الوكالة الفرنسية للتنمية لبحث التعاون الثنائي المشترك في إطار استعداد مصر لاستضافة وتنظيم مؤتمر تغير المناخ COP27 والمقرر انعقاده بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر القادم. أضافت وزيرة البيئة أن الاجتماع ناقش سبل التعاون في مجال المبادرات التي سيتم إعلانها خلال مؤتمر COP27، مشيرة إلى أنه سيتم استعراض قصص النجاح خلال المؤتمر وتحديد معايير لاختيار المشروعات التي سيتم عرضها كقصص نجاح. قال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير إن صادرات مصر الزراعية وصلت إلى 3.5 مليون طن العام الجاري، وذلك وفقا لتقرير تلقاه من الإدارة المركزية للحجر الزراعي حول إجمالي الصادرات خلال الفترة من أول يناير الماضي وحتى أمس. أضاف وزير الزراعة أنه يتم تصدير الفائض عن احتياجات السوق المحلية لجلب العملة الأجنبية، مشيرا إلى أن أهم الصادرات الزراعية هي الموالح والبطاطس والبصل الطازج والطماطم الطازجة والبطاطا والفراولة والفاصوليا الطازجة والجافة والثوم والبطيخ. أعلن وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا البدء في إجراءات وخطوات إقامة المنطقة البترولية في منطقة التبين بالقاهرة الكبرى المنطقة الحديثة. وأكد وزير البترول أن المنطقة البترولية تقع على مساحة 1000 فدان وأنه مخطط لها أن تضم عددا من المشروعات في مقدمتها التوسعات الجديدة بالبنية الأساسية للشبكة القومية لنقل وتدفيع المنتجات البترولية كشرايين جديدة إضافية تخدم حركة النقل الخام والمنتجات البترولية من وإلى صعيد مصر عبر منطقة التبين لشركة أنابيب البترول، علاوة على أنشطة لشركة بتروجيت وبيدروغاز وغاز مصر والحديثة للغاز والتعاون للبترول. جاء ذلك خلال ترأس الوزير اجتماع اللجنة العليا للمناطق الجغرافية البترولية، وذلك بحضور عدد من قيادات قطاع البترول ورؤساء الشركات البترولية. أكدت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع دعم مصر لدور المجموعة العربية في منظمة التجارة العالمية بما يدعم حقوقها بمنظومة اتخاذ القرار في كافة الموضوعات التفاوضية المطروحة على جدول أعمال منظمة التجارة العالمية. ودعت وزيرة التجارة والصناعة إلى وضع أجندة تجارية عربية طموحة وبلورة موقف مترابط في كافة القضايا المطروحة على جدول أعمال المنظمة بهدف العمل المشترك لإعطاء الأولوية لكافة الملفات التفاوضية التي تلبي احتياجات الدول النامية والأقل نموا وتساعد على تحقيق التنمية المستدامة. جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التجارة والصناعة باجتماع وزراء التجارة العرب.
أكد وزير التنمية المحلية محمود شعراوي على التوجيهات الرئاسية بالعمل على دعم جهود جميع الدول الأفريقية الشقيقة في مسيرة التنمية والبناء. قال وزير التنمية المحلية إن القيادة السياسية تعطي أولوية قصوى لمساندة دول القارة في كافة المجالات التنموية وتوفير قدرات وإمكانيات مصر المختلفة لتحقيق الرخاء والتقدم للشعوب الأفريقية، مع الاهتمام المتواصل ببناء القدرات وتدريب الكوادر في العديد من المجالات. إن الدورة دي ما هيش دورة تعليمية ولا دورة بتاخد في شكل التدريب اللي هو المباشر. احنا عملنا دورة قبل كده ونجحت جدا وكان تأثيرها قوي جدا لدرجة ان في افريقيا طلبوا ان احنا نعيد الدورة دي بقى مرتين في السنة او غيره وخلافه يعني. احنا بنقدم رؤية مصر كمشروعات على كل المستوى كل القطاعات، وده اللي بيخلي الناس بتبقى شايفة الحاجة من منظور الخبرة الكبيرة اللي اتعملت أو النجاحات اللي اتعملت في مصر. يجب علينا أن نطبق المدرسة المصري أو النظرية المصرية في 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 بلادنا الأفريقية. فإن دل على شيء يدل على الاهتمام الحكومة المصرية بقضايا الأفريقية. وده الدورة أكيد إن نتعلم منه حاجات كتير. إنا شفنا إنه أكيد التوقعات بتاعنا إن نتعلم عن استراتيجيات بتاع التنمية في كل المجالات. البرنامج والله برنامج جميل، يتحدث عن ديجيتاليزيشن، عن إيميجريشن، عن كثير سبجكت، ونحن نشكر الدولة الجمهورية العربية المصرية والوزارة الخارجية والوزارة التنمية المحلية للدعوة. والبرنامج والله برنامج جميل جدا، نشكر أخواننا المصريين للدعوة. وإلى البورصة المصرية، حيث تبين أداء مؤشرات البورصة لدى إغلاق تعاملات اليوم مستهل تعاملات الأسبوع وسط عمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية والعربية والمستثمرين الأفراد المصريين. خسر رأس المال السوقي نحو 5,300,000,000 جنيه ليغلق عند مستوى 668,531,000 جنيه. أما على صعيد المؤشرات، تراجع مؤشر إي جي إكس 30 بنسبة 1.35% ليغلق عند مستوى 10,097 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 1,860 نقطة. هبط مؤشر إي جي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 2,763 نقطة. تحتضن دار الأوبرا المصرية عروض فرقة الباليه الروسي الشهيرة سان بطرسبرغ للمرة الثانية، وقد استمرت الحفلات على مدار 3 أيام بدار الأوبرا المصرية بالقاهرة، على أن تنتقل لأوبرا الإسكندرية لإقامة حفلاتها هناك بدءا من غد الأحد. على إيقاعات الرقصة الكبيرة الكلاسيكية، قدمت فرقة باليه سان بطرسبرغ أشهر عروض الباليه على الطريقة الروسية. الفرقة قدمت مجموعة من عروض الباليه ومن أشهرها بحيرة البجع التي ألف موسيقى تشايكوفسكي أحد أشهر وأكبر الموسيقيين بالعالم، في أسلوب تميز بالتناغم والحيوية وجمع بين الخيال والإبهار. I'm director of a Russian company from Saint Petersburg Baltic Sound Production. أنا مخرج الشركة الروسية من سان بطرسبرغ. نحن سعداء لوجودنا اليوم في القاهرة في مصر، ونحن نشكر كل المصريين ونشكر دار الأوبرا المصرية لهذه الدعوة الكريمة. اليوم سوف نقوم بعرض أفضل القطع الروسية مثل روميو جولييت والجمال النائم، واليوم سوف نقوم بعرض أفضل 3 عروض في بلادنا. الجمهور المصري جمهور مميز جدا، والحضور بالتحديد داخل دار الأوبرا كان جيد جدا، وأعتقد أنهم استمتعوا بما قدمناه اليوم. استضافة دار الأوبرا المصرية للفرقة يأتي في إطار خطة هادفة لتفعيل فكرة الحضارات، خاصة بعد أن أصبحت روسيا رائدة في مجال الباليه في تبادل ثقافي وفني انعكس على الجمهور الذي أقبل على مشاهدة هذه العروض التي تجوب مسارح العالم. عرض جميل جدا جدا، وكل يوم يعني الثقافة بيزيد عندنا، وبعدين روسيا دي أم الباليه،
البولشوي والكلام ده أساس روسي. الموضوع بجد بيبقى ممتع جدا، والفرقة عجبتني قوي يعني. الموضوع كان فاجئت من الكواليتي، المزيكا مع التناغم مع رأسهم مع المزيكا كان جميل جدا. الفنون الروسية والباليه هو أصل الباليه، الفنون الروسية منتهى الرقي والحيوية والذوق في اللبس، الرقي في اللبس كمان والحركات، وكمان منوعين يعني، مش حاجة واحدة، رقصات مختلفة متنوعة والموسيقى متنوعة. أنا باجي الأوبرا الباليه علشان نستنشق الفن الراقي الجميل، وبعدين الفرق الأجنبية فعلا بنسمع الموسيقى العالمية اللي احنا مش بنسمعها لا في الإذاعة ولا في التلفزيون، وبنستمتع بيها لأن هي بتودينا يعني بنسبح في زي ما يكون طايرين في السماء. فرقة سانت بيترسبورغ ناس فنانين بروفيشنال قوي، لدرجة ان انا اصلا سافرت كذا مرة سانت بيترسبورغ عشان اتفرج على الفرقة. وطبعا مصر بتستفيد جدا لما في عروض جاية من برا، بالذات من روسيا، عشان روسيا تعتبر ام للفن الباليه، الفن الباليه الكلاسيكي. فالنهاردة طبعا شرف كبير ليا ان انا اتفرج على فن كبير عظيم زي كده. هذا العرض الفني الراقي سيكون الأخير على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية بعد استضافة دامت لمدة 3 ليال، لكن ستستكمل الفرقة مشوارها الفني الأحد المقبل في أوبرا الإسكندرية لتنقل لياليها الساحرة إلى عروس البحر المتوسط. محمود جميل، التلفزيون المصري. التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بوزير الدفاع العراقي جمعة ناد سعدون والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام. تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء مجالات التعاون العسكري ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين. التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بالسيد جمعة عناد سعدون وزير دفاع جمهورية العراق والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام، حيث أجريت لهم مراسم استقبال رسمية واستعراض حرس الشرف بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني للدولتين الشقيقتين. وتناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء مجالات التعاون العسكري ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين. وأكد القائد العام للقوات المسلحة على اعتزاز مصر بعلاقاتها الراسخة مع جمهورية العراق وحرص القيادة العامة للقوات المسلحة على زيادة أواصر التعاون والشراكة في مختلف المجالات العسكرية. من جانبه أشاد وزير دفاع جمهورية العراق بدور مصر المؤثر والفاعل في محيطها الإقليمي والدولي وتحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط. حضر اللقاء عدد من كبار قادة القوات المسلحة لكلا البلدين والسفير العراقي والملحق العسكري لجمهورية العراق بالقاهرة. في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون وضبط حائزي الأسلحة النارية ومكافحة جرائم الإتجار وترويج المواد المخدرة وتنفيذ الأحكام القضائية واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد، أسفرت جهود الوزارة خلال أسبوع عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية. جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع، حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة، فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط 394 عنصراً إجرامياً شديد الخطورة بنطاق 22 مديرية أمن، والسابق اتهمهم في العديد من القضايا أبرزها سرقة، سلاح، مخدرات، قتل، وضبط معهم 203 قطعة سلاح ناري وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد المخدرة. وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة منزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية،
ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية تم ضبط 71 متهماً وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة. وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 746 قطعة سلاح ناري، أبرزها 86 بندقية و72 بندقية آلية و40 مسدسا و548 فرد محل الصنع وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة و87 خزينة، إضافة ل 1127 قطعة سلاح أبيض. وترسيخاً لمبدأ سيادة القانون، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ 463,935 حكماً قضائياً، من بينهم 1658 حكم جناية، 167,524 حكم حبس، و 228,809 حكم غرامة، و 65,944 حكم مخالفة. وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، نجحت أجهزة الوزارة خلال أسبوع في ضبط 8 تشكيلات عصابية ضمت 22 متهماً قاموا بارتكاب 61 حادث سرقة متنوع، وتم كشف غموض 81 حادث ما بين قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، وانتحال صفة، وضبط مرتكبوها بإجمالي 122 متهماً، كما تم إعادة 7 سيارات مبلغ بسرقتها. وفي مجال مكافحة المخدرات وضبط المتاجرين فيها، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع من ضبط 1161 قضية إتجار في المواد المخدرة، من بينها ما يقرب من 140.5 كيلوغرام من مخدر الحشيش، وما يزيد على 5 طن من نبات البانجو المخدر، وكمية من بذور الخشخاش الأفيون وزنت 225 كيلوغرام، وكمية من بذور القنب البانجو وزنت أكثر من 130 كيلوغرام، وكمية من مخدر الهروين وزنت قرابة 36 كيلوغرام، إضافة إلى أكثر من 8.5 كيلوغرام من مخدر الاستروكس، وكمية من مخدر الأيس الشابو وزنت أكثر من 15.5 كيلوغرام، وعدد 9,266 قرص مؤثر و 70,629 قرص ترامادول مخدر، كما تم إبادة 65 فدان منزرعة بنبات القنب البانجو، هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالي 194 مليون جنيه. وتم ضبط 4 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان، كما تم ضبط قضيتي غسل أموال قدرت قيمة الممتلكات فيها بقرابة 12 مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع بالمواد المخدرة. وصلنا إلى ختام نشرة الثالثة، ولا يتبقى سوى التذكير بأهم ما جاء بها من أنباء. خلال استقباله وزير خارجية لاتفيا، الرئيس عبد الفتاح السيسي يعرب عن التطلع لتكثيف التعاون مع لاتفيا في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتعليم والسياحة. روسيا تعلن تدمير منظومة الدفاع الجوي الأمريكية التي تم تسليمها إلى أوكرانيا، والكرملين يقول إن عدة شركات غربية تعتزم العودة إلى السوق الروسية. استمرار أزمة التضخم العالمي وسعر الوقود الأمريكي يصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق. مشاهدينا، وصلنا إلى ختام هذه الجولة الإخبارية من التلفزيون المصري، نشكركم على حسن المتابعة. إلى اللقاء.